السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن سورة الكشف أو سورة الرؤية الحقيقية أو ترى المستقبل بإذن الله. ماذا سيحدث؟ إخوتي، أي شيء كان عندك تريد أن تعرف السحر أو ما نوع السحر الذي هو عندك، تريد أن تعرف ما هو النوع المشكل الذي أنت فيه، نوع المشكل. مثلا أنا لا أعرف أنا هل أنا مسحور أو أنا عندي عين أو أنا عندي فقط توهم شيطاني أو من الوساوس أو ليس عندي أي شيء وأنا فقط مريض. يعني تريد أن تعرف هذه الأشياء، تريد أن تعرف غدا ماذا سيحدث لك بإذن الله، بإذن الله. تريد أن تعرف هل ستتزوج فلان أو فلان أو لم تتزوجه. تريد أن تعرف هل ستبقى في العمل أو لم تبقى فيه. تريد تعرف ما هو الذكر الذي تتبعه، ما هي الآية التي ستشفى بها أو تريد أن تتبعها وردا. تريد أن تعرف ما هي الصورة التي ستتبعها تقرأها يوميا. أنت تريد أن تعرف فلان هل يخدعك أو هو معك في الطريق صح. تريد أن تعرف من سحرك، من السحر. تريد تعرف أين هو السحر المدفون لك، يعني السحر الموضوع لك، أين هو هذا السحر. تريد أن تعرف كيف تبطل ذلك السحر. تريد تعرف ما هو الذكر الذي تتبعه كي تبطل الأسحار أو كي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، كي الله يحبك. أي شيء أردت أن تعرفه، أي شيء أردت أن تعرفه. تريد أن تعرفي هل أبنائك يكذبون عليك أو هل زوجك يكذب عليك أو هل زوجتك تكذب عليك أو شخص ذلك الشخص يكذب أو هو حقيقة يتكلم عن الصح. أو تريد أن تعرف أي شيء، الله سيريك الرؤية بإذن الله. يجب أن يكون رأسك متقبل إلى القبلة، رأسك متقبل إلى القبلة، تنام ورأسك متقبل إلى القبلة وتقرأ سورة الزلزلة 7 مرات وتكون متوضئ، تنام متوضئ وتقرأ سورة الزلزلة 7 مرات وتقول ذلك الشيء الذي تريد. أريد، تدعو إلى الله أن يريك ذلك الشيء الذي تريد، كما قلت في الأول، أي شيء تريد، أي شيء تريد أن تراه في المنام. وكرر العملية 3 مرات حتى 4 مرات إن لم ترى في المرة الأولى، سترى في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع. هذه من أعظم الكشوفات ومن أسرع الكشوفات لمن أراد أن يكشف أي شيء أراد أن يعرفه. بصورة الزلزال تقرأ 7 مرات وتكون متوضئ وتنام مباشرة وتدعو إلى الله أن يريك ذلك الشيء الذي تريده. مثلا أريد أن أعرف ما هي الصورة التي سأقرأ وتناسبني ويسخر لي الله أموري، فالله سبحانه وتعالى سيريك الصورة التي يجب أن تقرأها في هذا الوقت وما هو العدد الذي تقرأ تلك الصورة، سيريك الله سبحانه وتعالى كله بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء ومع السلامة.